التي تعرض لها هذا الحي في مدينة حلب تسببت بمقتل 20 شخصا على الأقل، لكن ليس هناك وقت للحزن، على الجميع حزم أمتعتهم بسرعة قبل الغارة المقبلة. وفي ظل تردي الأوضاع في المخيمات خارج البلاد وإغلاق بعض الدول لحدودها، يفر الهاربون من الموت إلى مناطق أكثر أمانا في الداخل السوري، يقيمون في فنادق أو مع عائلات سورية أخرى، بينما يلجأ الأقل حظا إلى المدارس والحدائق. بيوتنا قصف الطائرة وخربت، درجة الحرارة أقل من 5 تحت الصفر، لا في غاز، لا في كهرباء، لا في مازوت، لا في أي أدنى مستويات الحياة، كلها غير موجودة، والأطفال عمال بالليل ترجف، ما في شيء عندنا حتى نغطيهم. تقدر الأمم المتحدة تجاوز العدد 2 مليون نازح داخل البلاد، تمثل النساء 21% منهم، والأطفال دون 15 أكثر من 50%، إضافة إلى كثير من الأطفال الذين فقدوا عائلتهم بالكامل. وبحسب المعلومات المتوفرة يتوزع نازحو الداخل في أكثر المدن السورية، فهناك 800,000 نازح في حلب وحدها اضطروا للنزوح ثانية إلى الأحياء البعيدة عن القصف، أما ريف حمص فيضم 80,000 نازح قدموا من مدينة حمص المدمرة، فيما تؤوي دمشق وريفها 500,000 نازح، وهناك 50,000 في درعا والسويداء، وما يزيد عن 200,000 في المنطقة الشرقية و100,000 في اللاذقية. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن هناك أعدادا كبيرة غير معروفة منتشرة في باقي المحافظات، غالبيتهم يعاني من أوضاع معيشية سيئة زادتها سوءا الظروف المناخية القاسية، دون أن تجد الجهود الإغاثية إليهم سبيلا. مريش حادة، العربية.